بسم الله. عادة أنا بستخدم جوجل درايف إن أنا أكتب أي مقالة أنا عايزها، وغالبا لو مقالة مشتركة أو في حد تاني عايز يراجع معايا على المقالة. ميزة جوجل درايف إن الحاجة ممكن أكتبها في البيت وأروح أكملها في مكان تاني على جهاز تاني في الشغل أو في أي مكان. ممكن أخلي واحد تاني يخش على المقالة يراجعها وأنا بكتبها، مش لما بعد ما أخلصها، والتعديل اللي أنا بعدله هنا هو بيظهر عنده، وفي نفس الوقت لو عدل حاجة تظهر عندي في نفس اللحظة، لأنه كله كلاود على الإنترنت. طيب، من ضمن المشاكل اللي عندنا موضوع اللغة. ساعات الواحد بيكتب الهمزة فوق أو تحت، ما بقاش مركز، أو في كلمة كتبت غلط، فأنا عايزه يعمل أوتو كوريكت أو إن هو ينبهني الغلطات وأنا أصلحها. فباجي هنا فايل، بلاقي لانجويج، بقول له اعمل له مراجعة على اللغة العربية، تمام. فبلاقي مثلا هنا جاب لي كلمة هنا واداني اختيار لها إلا الهمزة تحت، إما، تمام. موضوع الهمزات عندي مش مظبوط، تمام. دي من ضمن الحاجات ان انا ممكن اراجع سريعا قبل ما ابعت المقال لحد تاني. والمخربين هو بيقترح عليا تخليها والمهربين، تمام. طيب، طيب لو انا هشتغل على الوورد، ممكن اجي برضو من فايل هنا وهقول له انا عايز اوبشن، والاقي عندي هنا اللانجوج، ابدا اضيف اللغة العربية للغات اللي يبدا ان هو يشوفها. ممكن تكون عايزة تتحمل، فابدأ اقول حملها، بحيث لو في كلمة مش مكتوبة في قلب القاموس بينبهني ليها، بحيث ان انا ابدأ اعدلها او اختار. لما اكون مثلا الكلمة جديدة فهي مش موجودة في القاموس، زي كلمة هاكر، دي كلمة اجنبية فمش موجودة في القاموس، فاقول له لا اعديها. او يكون في مثلا همزات او في اللي هي مربوطة واللي هي العادية بتعمل لخبطة كتير، فابدأ اعمل تصليح من خلال الاوبشن دوت، سواء في الوورد او في جوجل درايف.